اتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه، فمن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في هذه أو في التعليق على هذا الأصل السادس من الأصول الستة، ينبغي أن نعرف أن دين الإسلام قائم على قاعدتين. قاعدة التخلية وقاعدة التربية، التصفية والتربية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملؤنا. يفرغنا من المفاهيم الفاسدة والمفاهيم الجاهلية، ويملؤنا بالمفاهيم الإسلامية. مثال ذلك يقول لهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا شعار جاهلي، فكان يذهب عنهم المفهوم الجاهلي ويملأهم بالمفهوم الشرعي الإسلامي. انصر أخاك ظالما أو مظلوما في الجاهلية، سواء يكون على ظاهرها، سواء كان محقا أو مبتلا،
لكن في الإسلام لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قالوا له يا رسول الله أنصره مظلوما معروفا، فكيف أرأيت إن كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. قال عليه الصلاة والسلام مثلا أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس بالمعنى السطحي، صحيح؟ المفلس هو الذي صار يتاجر وخسر في تجارته فباع متاعه، لكن المفلس من أمة رسول الله من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك مال هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فكثيرا ما كان يجلب انتباههم ويشد أذهانهم ثم يصحح لهم المثال. عندنا في الإسلام نبين التوحيد ونبين ما يضاده من الشرك. عندنا في الإسلام نبين السنة ولا نكتفي ببيان السنة، ولا تتوضح لنا السنة إلا إذا بينا البدعة. في الإسلام نأخذ بالأحاديث الصحيحة، ولكي لا نقع في الأحاديث الضعيفة نضبط الأحاديث الضعيفة، منهج قديم، منهج قديم بقدر الإسلام. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعلم ابنه كل يوم 10 أحاديث، فلما وصل إلى عدد بالآلاف قال عرض علي الأحاديث التي حفظتكها. فلما حفظها عبد الله قال اعلم يا بني أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. ولذلك ينبغي معرفة الشر لا للشر ولكن لئلا نقع فيه. يقول عمر بن الخطاب تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لما أهل الإسلام لا يعرفون الجاهلية يقعون فيها وتنقض عروة الإسلام. وقال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في الإسلام ينبغي أن توالي أهل السنة وتعرف أهل البدعة أهل الشر وأهل الكفر لتتبرأ منهم، لا بد من البراء. كثير من الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية عندهم الولاء وعندهم التجميع، يحبون كل الناس، لكن ليس عندهم عداء لأهل البدعة وأهل الفجور أهل الكفر. ولذلك أهل الفجور أهل التثليث أهل الافتراء على الله عز وجل ينبغي أن نبغضهم ديانة لله، نبغضهم، وإلا صرنا أهل البدع الذين
لا يعادون من عاد الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. أعداء الله ينبغي أن تحمل في قلبك عزاء لهم. وكل ولكل درجات مما عمل، وإلا ستجلس مع الرافضي الذي يبغض أبا بكر وعمر ويلعن أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية، ستجلس معه وتعانقه وتبتسم له وستقول له: أحبك، وتشرب معه الشاي والمشروبات وتتطارق معه الكؤوس. وإذا جاءت رأس السنة الميلادية سوف تذهب عند النصراني وتقول له: هنيئا لك بالعيد، هنيئا لك بالتفليل، كل عام وأنت بخير. يقولها المسلمون اليوم في العالم. عام سعيد، سبحان الله. وهو عدو الله، يقول: إن لله ولد. وأنت تقول له ماذا؟ هنيئا لك، هنيئا لك التفليل والشرك وادعاء لله ولد. ونحن أيها الأخوة الكرام، من أجل أن نعادل النصارى، من أجل أن نعادل النصارى، أمرنا الله بقراءة سورة الإخلاص قرابة 21 مرة في اليوم، قرابة 21 مرة في اليوم. التي تعدل ثلث القرآن، والتي فيها لم يلد ولم يولد. فينبغي الحذر من أعداء الإسلام، ولا سيما الذين يأتوننا بصورة الإسلام كالروافض مثلا، كالتغريبيين والعقلانيين والليبراليين والمميعين والذين يستحون بالإسلام، يستحي بلباس الإسلام، بالقميص وبالجلباب وبالسدال وبالقفاز وبالتقصير، بتقصير الثياب. فإن بعضهم يقول لزوجته: لبست القفازين وألخيت الذيل فلا تمشي معي، خذلان. من هذا الباب أيها الأخوة الكرام، وحذرا من أن يلبس الناس علينا ديننا، فإن المصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى أفرد هذا الأصل وختم به الأصول الستة التي هي الذي هو الأصل الثالث، الذي هو رد الشبهة، رد الشبهات، الرد على المخالفين، الرد على المخالفين. الفرق الأخرى لا تحب الرد، يقول لك الرد وذكر البدع ينفر الناس. وبهذا لا ينتشر الإسلام، بل ينتشر التمييع وينتشر التضليل.